اهلا الاولاد، السلام عليكم. ودور بوبينا يا صاحبي من الادغال. هيا خلوي شميسة، راهي الصيف. هيا بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. شي بخير، جيت نقول لكم فيما يخص الاخوه اللي عندهم لاكارت سيجور تاعهم ماتت وكان عندهم رونديفو شهر اللي فات، يعني شهر مارس وهذا شهر افريل، والرونديفو تاعهم فات جاز عليه خلاص مات. دير في بالك باللي الكارطه تاعك هذيك تاع العام اللي ماتت هم زادوا لها 6 موا اوتوماتيكمون من لا بريفيكتور بلا ما تروح قال عندهم، هما من عندهم في لورديناتور زادوا لها 6 موا، يعني لاكارت ديدونتيتي تاعك هذيك اللي راهي ميته تقدر تقضي بها صوالحك، يعني تقدر تروح لابونك تجبد دراهم ولا فلاكاف ولا اي حفسه يدومونديو لك لاكارت سيجور جديده، تقول لهم مازال ما جات، مي زادوا لها اوتوماتيكمون 6 موا، يعني مام هي ميته مي في لورديناتور هي مسجله زادوا لها 6 موا، ورونديفو تاعك هذاك اللي مات يعني خلاص فات سي تروطار، دونك لازم حتى يفتحوا لا بريفيكتور وتشوف كيفاه. مي الكارطه تاعك زادت لها 6 موا. والاخوه اللي راهم في الجزائر، في الجزائر اللي عندهم لاكارت سيجور راهم في الجزائر والكارطه تاعهم ماتت، كيف كيف دير في بالك بلي راك رايح تولي، هذه قلت لكم عليها بلي تولي زادوا لك فيها 6 موا، ميم تراك في الجزائر وميتا زادوا لك فيها 6 موا. مي دوكا ماناش عارفين كيفاش رايحين يخلوكم تجوزوا، تتفاصل نخليكم تجوزوا ماشي مشكل، ولكن الاجراءات مانيش عارف اسكو لازم دير دوموند فيزا دو روتور في القنصلة تاع فرنسا ولا يخليكم تجوزوا، ما ميتا مي يخلوكم تجوزوا. دوكا مازال ما على بالناش، راهي الحالة كاع مغلوقة لحد الساعة مازال ما بان والو. مي تولوا راكم في الجزائر وقتكم ميتين تولوا غير ما تخافوش. زيد ولي ريسي بي سي، سوا ريسي بي سي دو دوموند دو كارت سيجور هذاك، والريسي بي سي تاعك مات نقولوا مات الشهر اللي فات افريل ولا الشهر هذا مارس اللي فات هذا افريل، والريسبيس تاعك مات كيف كيف زادوا له 6 موا يبقى يمشي 6 موا مالغريتو مات زادوا له 6 موا. و برومي دوموند هذاك ريسبيس هذاك العادي هذاك ماشي دوموند كارت سيجور، ريسبيس العادي هذاك الاوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور هذاك الا مات لك كيف كيف الشهر اللي فات هم زادوا له 6 موا كيف كيف، يعني الكوارت كاع اللي ماتوا زادوا لهم 6 موا اوتوماتيكمون من لا بريفيكتور، ما تشقاش نتا كاع لا بريفيكتور باسكو راهم مغلوقين وما راهمش يستقبلوا الناس حتى يفتحوا نورمالمون، ماش عارف اللي يفتحوا 11 ماي ولا في ماي، ما لحد الان ما كاين والو، ما كاين حتى جديد فيما يخص لا بريفيكتور كيفاش تحل الدنيا كاع مبلعه وكاش ما يكون ولا شنغاري بسكليت دبابه كاش ما يكون ولا ني كاش ما يكون جديد ولا نعلمكم باذن الله. هذا ما كان سما درت لكم فيديو طم باش نطمئنكم باللي كواطكم الا راهم ميتين ما نورمال راهم يتفاهموا الوضعيه زادوا لكم فيهم 6 موا اوتوماتيكمون. والاخوه اللي راهم في الجزائر ما تقلقوا ما تخافوا ما تبعثوا لي ميساج، على بالي باللي ماهيش سهله كواطك تولي والله غير تولي، انا نحلف لك انا في رمضان صايمين باللي تولي. وشنو الاجراءات باش تولي كواطك ميتين؟ مازال ما قالوا لناش كيف اسكو يخلوكم تفوتوا بكواط ميتين ولا يقولوا لك نو دوموندي فيزا ولا امبريمي ورقه من الانترنت، لحد الساعه ما كاين والو، مي تولوا كاع ان شاء الله بالعقل برك. والطيارات راهم مغلوقين ما كانش، كاين غير اير فرونس اللي تخدم الجي باري تدي غير اللي عندهم لاسونتي فرونسيز، يعني يجيب كاش واحد عايش في الجزائر فرونسي يحب يولي فرونسي يجيبوه، بيان سور لازم يسجل روحو في لومباسا تاع فرنسا مش عارف اجراءات كيفاه. مي الطيارات ما كاش مغلوقين لي زايروبور هكذا هكذا اخوتي. هذا هو فيديو باش نطمئنكم شويه، هاي سخانه اليوم واحد 26 دوغري، انا نستخلوها شويه هنايا في الجاردينه سمعوا شويه عصافير وكش ما يكون جديد راني نتصل بكم. ما تنساوش شغلوا الجرس كما قلت لكم، كليكي على الجرس دير توت لي فيديو توت ماشي بيرسوناليزي دير توت، وابوني ولحقوا 200 ميل لازم قبل ما يخلص رمضان تلحق 200 ميل. هاي صحه والسلام عليكم والى اللقاء، تحياتي.